بتسوانا، معايا كابتن حسام البدري من المغرب. والمنتخب مصر عمل مباراه كويسه طبعا، واولى المباريات القويه لمنتخب مصر. كابتن حسام ازيك؟ كابتن حسام، الو، ازيك يا كابتن حسام؟ طيب هنكلم كابتن حسام تاني، وده مكالمة مهمة جدا عشان يعني نطمن على المنتخب، وعندهم مباراة تانية يوم 6 بإذن الله. الاجتماع الفني لمصر والسنغال بكرة بإذن الله صباح الغد، عشان يتحدد بقى الاجتماع الفني ده بيبقى بيتحدد فيه الجون هيلبس ايه الوانه، عشان ما ينفعش يبقى الجون يلبس نفس اللبس بتاع الحكام، وما ينفعش يلبس نفس اللبس بتاع مثلا الفريق المضاد، فيعني بيبقى فيها تربيطات كده وتظبيطات، والدنيا بيبقى فيها ايه. طيب معايا كابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاولمبي، واولى التجارب القويه جدا لمنتخب مصر واللي ادى فيها اداء مشرف. كابتن حسام ازيك؟ مساء الخير يا كابتن وائل، معلش انا مش سامع خالص. كده سامعني ولا مش سامعني برضه؟ انا بتكلم على الماتش امبارح اللي كانت تجربه جيده بالنسبه لنا، زي ما انت عارف يمكن الهدف الاساسي من المباراه دي طبعا زياده حاله الانسجام بين اللاعبين، وفي نفس الوقت حكم على بعض العناصر الجديده اللي هي موجوده معانا. يمكن احنا خلال الفتره اللي فاتت شفنا مجموعه كبيره، واخترنا مجموعه ممكن تبقى اضافه لينا، وفي نفس الوقت بتستكمل او بتعوض العدد الغاب، لان في مجموعه موجوده مع منتخب مصر الاول او في البعض مصاب، فبالتالي كانت التجربه مهمه جدا. يمكن الصعوبات اللي كانت في المباراه حاله الطرد اللي تعرضنا فيها في الدقيقه 30 لحارس المرمى ونلعب ناقصين، وكانت النتيجه 3-1، وقدرنا ان احنا نخرج الشوط الاولاني 3-2، فكان في حاله طبعا بالذات عند اللعيبه اللي بتلعب اول مره خارج مصر فيها صعوبه شويه، لكن يمكن الكلام مع اللاعبين خلال الشوطين وتأهيلهم معنويا والكلام معاهم بهدوء وتحفيزهم على إمكانية العودة في المباراة والإصرار على العودة والفوز كمان بالمباراة، يمكن هو ده بالفعل اللي تم إنك قدرت تتعادل وكان عندك فرصة إنك تكسب، فكانت تجربة مفيدة في أشياء كثيرة جدا، بقول لك زيادة حالة الانسجام، وفي نفس الوقت الحكم على بعض اللاعبين، زيادة الخبرات نتيجة لعبة خارج مصر والظروف الصعبة دي كلها. المباراة الإجمالية كانت الحمد لله مفيدة. تمام، سامعني كده يا كابتن حسام؟ أنا مش سامع حاجة خالص. طيب هو الواضح إن الكابتن حسام مش سامعني خالص يا جماعة. طيب يعني تجربة مفيدة جدا ل